كيفاش تعرفي واش السيد اللي غادي تلاقاي به هو اللي غادي يكون شريك حياتك ولا لا؟ سهله، اول حاجه ملي كتكوني معاه عندك الضحكه حتى لهنا ودرست العقل كتبان. ثاني حاجه ملي كتكوني معاه عندك لي بابيون هنايا وعندك القلب كيضرب. ثالث حاجه ملي كتكوني معاه فيما عندك شي احتياجات كيمشي يجري باش يلبيهم ليك، سيتادير داير لك خاطرك وكيتصنت ليك وكيتصنت للسعاده ديالك. اخر حاجه ملي كتكوني معاه كتحسي براسك وليتي انسانه وحده اخرى، سيتادير انسانه اللي هي متحسنه متفوقه ناجحه وباغا تزيد لقدام. وعندك ديري الاختيار المفلس اللي هو تمشي تزوجي ليا مع شي واحد اللي نهار ما طار هو كيبكي فيك وكيبفقس فيك، ما انتيش غتاخدي ولا تزوجي ليا اختي ببصله، كاين غير البصله اللي كتبكي مولاها. دونك قبل ما نتزوج نجلس نخمم اي سورتو نحس براسي كيفاش كنكون مع هذاك السيد اللي اولا نتزوج به. الزواج ما هيش شي حاجه اللي هي سهله، كما كنقولوا عندنا حنا الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص.